وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى من أنه لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، والسبب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل ذلك، لا هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت كما قال رحمه الله. وإن كان مقصود الرجل هو أن يستعد للموت فهذا إنما يكون بالعمل الصالح كما قال رحمه الله.